احتفال أيمن حسين بتناول المنسف الأردني وحيداً بعد هدفه على الأردن يعود مجدداً ولكن من خلال الياباني تايو كيمورا، حيث احتفل البلوجر الياباني تايو كيمورا على طريقة اللاعبين العرب بكأس آسيا وتناول المنسف الأردني على طريقة أيمن حسين بعدما سجل هدفاً جميلاً بمباراة خيرية يتابعه على تيك توك نحو 2,400,000 متابع و1,800,000 متابع على إنستغرام، وهو مختص بصناعة المحتوى الرقمي لكرة القدم ويجوب العالم ليحضر المباريات ويقدمها لمتابعيه بأسلوب فكاهي. كانت لقطة تايو كيمورا بجلوسه على الأرض وتذكر باللاعب أيمن حسين، حيث تفاعل العراقيون مع هذه اللقطة بالملايين وعبروا عن إعجابهم بالياباني تايو كيمورا، ودق على رأسك حيل ياباني. إذا من تايو كيمورا